بعد أن ضم الكأس الفضية السادسة لخزانة ألقابه، أخذ الفتح الرياضي في استعادة قاعدة جماهيرية كسرت نسبيا فراغ المدرجات. البساط الأخضر لملعب الفتح شكل مجددا نقطة سوداء تحتاج إلى أكثر من لمسة لتعود الأمور إلى نصابها. الفريق الرباطي كان مكتمل العدد، لكن مع بعض الغيابات الاضطرارية التي أملتها لعنة التوعكات. عندي لا دكتور كان وقع لي واحد المشكل في نهار الماتش ديال مراكش، وتوعت وكملت بها حتى المباراه ديال الفينال اللي كنا نلعبوا، ما قدرتش نحبس حيت المباراه الفينال اللي كنت نتسناها بشحال هادي وما قدرتش نحبس، ولكن دابا خديت واحد كامل ديال الراحه ديالي باش نرجع جاهز ان شاء الله. مقدمات المباراه كانت مناسبه لتبادل التهنئه بحس جمعوي وعلى الطريقه الاسبانيه ايضا. أما فصول المواجهة فأفرزت هدافا من كل فريق. محسن ياجور كسر البياض مبكرا في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، وعاود الكرة في الجولة الثانية بعد أن أساء عصام بد التعامل مع تسديدة عبد الصمد رفيق من نقطة الخطأ، والأمر كان سيان لمروان سعدان الذي أعاد المباراة إلى نقطة التعادل في حدود الدقيقة 32 قبل أن يضع الفتح في المقدمة في النصف الثاني من عمر المواجهة. كنا عارفين بأن المباراة تكون صعيبة خاصة في أرضية مثل هذه اللي اللاعبين ما متعودينش يلعبوا فيها. على العموم كيبقى تعادل معنوي أفضل من الهزيمة، لأنه بصراحة اليوم كان ممكن نهزموا كان ممكن ننتصروا. على العموم كتبقى بروفة جيدة قبل مونديال الأندية. صراحة الملعب ما كيساعد باش أنك تقدم مقابلة جميلة، لكن الحمد لله اليوم شفنا أربعة الأهداف، يعني فريق المغرب التطواني هو كيقدم كرة في المستوى. تلقوا فريق اليوم اللي عندهم كلمة ديالهم، الحمد لله شفنا أربعة الأهداف وكنتمناو كاع المقابلة يدوزوا في هذه الجو هذا. تعادل الفريقين لم يلقى استصاغة من طرف المدربين عزيز العامري ووليد الركراكي لدواعي وأسباب. ما أنا فاسون جو سوي فرانك كيف كان سي ميريتي كنقولها اليوم، ضيعنا جوج نقاط، كنا أحسن من تطوان في كل تو لي كومبارتيمون، عندنا لي زوكازيون دو بوت، عندهم دو كوفران، برافو. Ils ont bien géré leur expérience, ils ont attendu les occasions, ni jetlom, jetlom ref les coups francs au marquage, donc on les félicite. Ahna mazal kantalmo, donc on va apprendre de cette expérience. Monsef, monsieur Monsef. Len el hadaf tani dialhom ra khata kbir haqiqa, ya ma katkarrach, len بغى يرمي الكره بيدو ضربه على راس المهاجم وتسجلت علينا، اذا ماشي فرصه حقيقيه خلقوها الفتح. كنظن بان المقابله اللي اثر عليها بزاف هو الملعب. ارضيه مهترئه ومباراه متحركه ونقطه لكل فريق، عناوين جاءت اختزالا لمباراه تركت الماط والفتح على ذات الرصيد الرقمي في انتظار المهم والاهم.